اولا احنا حابين نشكر لاعيبه المنتخب الرجاله اللي شرفونا وصعدوا بنا لكاس العالم. كابتن احمد ناجي عمل طفره كبيره جدا في حراس المرمى. كنا الاول بنلاقي مشكله في الحراس، دلوقتي ما شاء الله في واحد واثنين وثلاثه وفي البديل الجيد. كان الاول عصام الحضري، دلوقتي في موجود كابتن محمد الشناوي وكابتن احمد الشناوي، ما شاء الله عليهم ربنا يبارك لهم. ونتمنى ان المنتخب يشرفنا في كاس العالم ويعمل حاجه كويسه تفرح المصريين ان شاء الله. يعني ربنا يوفقك. في اكثر من كده، انت هتلعب منتخبات كبيره طبعا، منتخبات فيها نجوم، بتلعب في اوروبا وبتلعب في انديه كبيره، فطبعا طبيعي ان انت هتعاني طبعا مع منتخبات زي دي. بس انت لو لعبت كويس ونزلت وحطيت ربنا بين عينيك، ربنا هيكرمنا ان شاء الله. حابب اقول ان انت يعني مطلوب منك ان انت تاهل الناس دي ان هي تلعب كاس عالم صح، ويكون في بديل الكوف اللي حراسه المرمى. كابتن احمد ناجي مش محتاج حد يقول له حاجه، كابتن احمد ناجي اصلا طول عمره حارس كبير وحرس منتخب مصر في فترات صعبه جدا. اعتقد ان احمد ناجي كفيل بان هو هيقوم باللازم يعني باذن الله. اقول له اللي هو يعني المفروض يعني يهتم بالشناوي شويه اكتر من الاول، ويزود من الروح المعنويه للشريف كرومي. هو بصراحه موجود جامد بصراحه، بيخلي الكل يتنافس، ودي افضل حاجه فيه انه الكل بيتنافس والكل عايز يبقى هو الاول ان هو يبقى يحرس حراسه المنتخب. اقول لاحمد ناجي ربنا يوفقك، المسؤوليه كبيره والاختيار صعب بس ان شاء الله احنا هنعمل حاجه باذن الله. ربنا ان شاء الله يوفقه ويبقى في الاعلى والاعلى، ويدي اكتر تدريب وتفوق لكل اللعيبه، وهو بسم الله ما شاء الله يعني مش محتاج كلام، هو بيأدي شغله على اجمل وجه. بقول للكابتن احمد ناجي ربنا يعينك يا رب السنه، يعني يعينك في كاس العالم، بس عشان خاطرنا خد اللي يستحق للمنتخب يا كابتن، لحراس المرمى، لان ديت عشان خاطر مصر. وان شاء الله باذن الله يعني ربنا بس يوفقهم كلهم في المنتخب ان شاء الله الاول، وان شاء الله يعني الفرصه تبقى للي يستحق باذن الله. سواء بقى طبعا الشناوي الزمالك ربنا يشفي يا رب وتمشي على خير ان شاء الله. فالشناوي الاهلي باذن الله يكون ليه نصيب، واكيد طبعا الحاضر احنا ما نقدرش نستغنى عنه، يعني خبرته دي لك في الاهلي. بنوجه الشكر للكابتن احمد ناجي على مستوى حراسه المرمى بتاع المنتخب. والكابتن احمد ناجي طبعا ابن من ابناء النادي الاهلي، ما هوش غريب عليه. في عاده كان جميع حراس المرمى الاهلي في مستوى واحد، وفي المنتخب برضه حتى اختياراته كلها فيها حياديه في اختياراته. والله هو كابتن احمد ناجي مدرب محترم ومطلع عيال تحت ايده، ومن هو في النادي الاهلي طبعا، وانا اساسا زملكاوي، بس طبعا حزين ان احمد الشناوي مش هيلعب في كاس العالم، لانه هو لاعب كويس وكان يستحق اللعب، ويعني موجود بدلا منه عصام الحضري ومحمد الشناوي ومحمد عواد، وربنا يصلح الحال. والله بقول ان هو مدرب محترم وبسم الله ما شاء الله طلع من تحت منه اجيال حلوه زي عصام الحضري ومحمد الشناوي، بس بقول له هارد لك لاحمد الشناوي انه مش هيلحق المونديال، وفي فرصه يعني لشريف اكرام انه قد يكون يلحق، وربنا يصلح الحال ما بينهم ان شاء الله.